بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنكمل على الدرس بتاع المرة اللي فاتت في الكيمياء العضوية، وهنبدأ النهاردة من أول الألكانات. طبعا الألكانات تنتمي لفرع الهيدروكربونات الألفاتية مفتوحة السلسلة، تمام. بيكلمني إن الصيغة العامة للألكانات CnH2n+2، وهنعرف حيث السي عدد ذرات، حيث السي ذرات الكربون، وإن اختصار كلمة نمبر اللي هو عدد ذرات الكربون في الجزيئ اللي معايا، تمام. والإتش اللي هو عدد ذرات الهيدروجين. طيب ايه تعريف الألكانات؟ بيقول لي هي هيدروكربونات ألفاتية مفتوحة السلسلة، يعني بتكون سلسلة مستقيمة كده مفتوحة مش مغلقة، تمام. يطلق عليها ايه؟ البارافينات. البارافينات دي كلمة لاتينية، يعني ده الاسم الشائع بتاعها، تمام. بيقول لي ايه؟ روابطها جميعا احاديه من النوع سيجما القوي، يبقى كلها زي ما احنا شايفين فيها روابط ايه؟ احاديه، ما فيهاش لا روابط ثنائيه ولا روابط ثلاثيه. والرابطه دي بتكون من النوع سيجما القويه صعبه الايه؟ الكسر. وما دام الرابطه صعبه الكسر يبقى المركب مش هيدخل في تفاعل كيميائي بسهوله، فبالتالي هيكون خامل ايه؟ كيميائي. طيب بيكلمني بيقول لي ان جميع الالكانات تنتهي بالمقطع ان، اصلا كلمه الكان اخرها المقطع ايه؟ ان. طيب فين الألكانات اللي معانا هنا؟ هلاحظ ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان، نونان، ديكان. أول مقطع قبل آخر حرفين اللي هم آن، ده بيعبر لي عن عدد ذرات الإيه؟ الكربون، عشان دي كلها إيه؟ أركان باللاتين اللي هي ميس، إيز، بروب، بيوت، وهكذا. طيب أول صيغة معايا اللي هي CH4 أو CH4، تمام. ده أبسط ألكان معايا اللي هو الميثان، يحتوي على ذرة كربون واحدة وأربع ذرات هيدروجين. طيب بعد كده تاني ألكان معايا اللي هو الإيثان، يحتوي على ذرتين كربون وإيه؟ وست ذرات هيدروجين. الصيغة الجزيئية بتاعته C2H6. لو جينا مثلا نطبق الصيغة العامة CnH2n+2، طيب Cn يعني C2، H 2n+2، n بكام؟ باتنين، يعني 2 × 2 بـ4 زائد 2 بستة، يعني 6 ذرات كربون، وهكذا. هلاحظ فيها ايه السلسلة دي؟ أول أفراد عائلة الألكانات هو الميثان CH4. طيب بيقول لاحظ أننا بالانتقال من مركب إلى الذي يليه فإننا نضيف مجموعة ميثيلين. هلاحظ إن كل مركب بيزيد عن اللي قبله بمجموعة ميثيلين اللي هي بتبدأ من أول الإيه؟ يعني بيزيد ذرة كربون يعني، تمام؟ تبدأ من أول البروبان، البيوتان، البنتان، وهكذا، تمام. طيب المقطع الأول يدل على عدد ذرات الكربون، والمقطع الثاني يدل على أن المركب ألكان أي مركب مشبع، ودي قلنا. بعد كده بيعرف لي السلسلة المتجانسة، بيقول هي مجموعة من المركبات العضوية التي يجمعها قانون جزيئي واحد. إيه قانون الجزيئي الواحد؟ اللي هو CnH2n+2، ده قانون عام لمجموعة الألكانات، يبقى الألكانات أقدر أقول عليها هي سلسلة متجانسة وتشترك في الخواص الكيميائية. يعني خواصها الكيميائية لو اتفاعلت مثلا، لو اتفاعل منها مركب مع الصوديوم يبقى باقي المركبات إيه؟ هتتفاعل مع الصوديوم، تمام. وتتدرج في الخواص الفيزيائية. يعني إيه تتدرج في الخواص الفيزيائية؟ يعني كل ما يزيد الكتلة الجزيئية الخواص الفيزيائية تتغير. يعني مثلا الميثان غاز والإيثان غاز والبروبان والبيتان والهكسان غاز. بعد كده هبدأ ألاحظ إن كل ما تزيد الكتلة الجزيئية تتحول المادة مثلا للحالة السائلة، تزيد أكتر تتحول المادة للحالة الإيه؟ للحالة الصلبة، تمام. بعد كده عندي مجموعة الألكايل، بيقول هي مجموعة ذرية عضوية أحادية التكافؤ. يبقى احنا خدنا مجموعة الميثيلين، ودلوقتي هناخد مجموعة تانية اللي هي مجموعة الألكايل. هي مجموعة ذرية عنصرية عضوية أحادية التكافؤ، لا توجد منفردة، يعني ما ينفعش تبقى موجودة لوحدها، لازم تكون متصلة بإيه؟ بجزيء تاني، وتشتق من الألكان المقابل بعد نزع ذرة هيدروجين منه. يعني مثلا عند الميثان CH4 شلت منه ذرة هيدروجين بقى CH3. طيب ال CH3 دي مجموعة الألكايل، هقول عليها ايه؟ ميثايل، يبقى هو هضيف لها المقطع يل. وفي ناس بيسموها ار، ان مجموعة او شق الألكايل. طب صيغتها العامة ايه؟ CnH2n+1.
خدنا بالنا من الصيغة العامة للكنفس نفس ان اتش 2 ان زائد 2، حيث 2 ان زائد 2 عدد ذرات الهيدروجين، فهنا عدد ذرات الهيدروجين هيقل بايه؟ بواحد. طيب يبقى عندي اول مجموعة الكايل اللي هي سي اتش 3 متصلة بذرة كلور، تمام، كلوريد الميثاي متصلة بذرة بروم، بروميد الميثاي. طيب لو البروبان خدت منه ذرة هيدروجين سي 3 اتش 8 هتبقى سي 3 اتش 7، وهيبقى ايه مجموعة بروبايل. وفي اهو لو وصلت لو فعلتها مع اليود هيديني يوديد بروبايل، تمام، هيكسان هيكسايل. طيب الهيكسان لو حطيت له مجموعة الهيدروكسيد الاو اتش هيبقى ايه كحول هيدروكسيد، هناخد دي بالتفصيل بعدين ان شاء الله. طيب بعد كده بيتكلمنا عن حاجة مهمة اسمها تسمية المركبات الايه العضوية بنظام الايوبان. طبعا احنا قلنا قبل كده ان كانت المركبات العضوية تسمى على اساس مصدر حمض الخليك جاي من الخل، حمض الستريك من الستريك اللي هو في الليمون، وهكذا. واكتشفنا ان التسمية دي مش هتنفع بسبب وفرة الايه المركبات العضوية. عشان كده العلماء اجتمعوا علماء الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وعملوا نظام سموه ايه نظام الايوباك. كلمة ايوباك ديت اول حروف من كلمات International Union of Pure and Applied Chemistry، الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، واتفقوا ان هم يعملوا تسمية عالمية للمركبات الايه العضوية. طيب ايه شروط التسمية او بسمي ازاي؟ اول حاجة احدد اسم المركب على اساس عدد ذرات الكربون، بعد ذرات الكربون في المركب، تمام، في اطول سلسلة مستمرة او متصلة. اهم حاجة عندي اول حاجة ايه اشوف السلسلة المتصلة، اطول سلسلة لازم اطول سلسلة متصلة. طب ما فيش اطول سلسلة متصلة، هدور على اطول سلسلة متفرعة. يعني ممكن يكون معايا سلسلة متصلة سلسلة متفرعة والاتنين ليهم نفس الطول، لا هختار الايه المتصل. طيب بيقول لي بعد كده اذا وجد تفرع تركب ذرات الكربون في اطول سلسله مبتدئين من الناحيه الاقرب لمجموعه الالكيل او التفرع، حيث يذكر الفرع قبل الاصل بحيث يكون مجموع الارقام اقل ما يمكن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي مثلا ادي السلسله المستقيمه اهي، في عندي كام سلسله؟ ادي السلسله المستقيمه 1 2 3 4، وفي سلسله متفرعه اهي 1 2 3، يبقى اختار السلسله الطويله اللي هي المستقيمه فيها تفرع من هنا. طب اعد من هنا ولا من هنا؟ اعد من الطرف الاقرب للتفرع اهو 1 2. طيب يبقى تفرع في ذرة الكربون رقم 2 هحط 2. طب التفرع عبارة عن مجموعة ايه؟ مجموعة ميثايل الكايل، تمام. طيب ايه المركب الاساسي او الالكان الاساسي؟ ميثان ايثان بروبان بيوتان. يبقى الايه المركب الاساسي هو الايه البيوتان، يبقى هقول عليه 2 ميثايل بيوتان. طب لو كان التفرع ده عبارة عن ذرة كلور او بروم هقول عليها كلورو او برومو، ولو كان يود هقول عليه ايود. طيب لو كان عباره عن مجموعه هيدروكسيل هقول عليه هيدروكس، تمام. بيقول لي بعد كده اذا تكررت نفس المجموعه، افرض في تفرعين او ثلاثه او المجموعه نفسها اتكررت مرتين، تعالوا نشوف المركب ده فين اطول سلسله اهي. طب فيها كام تفرع؟ واحد اتنين تلاته. هركب من الطرف الاقرب للتفرع بتاع الكلور ولا الميثان؟ الكلور باللغة الإنجليزية بيبدأ بحرف السي، والميثان باللغة الإنجليزية بيبدأ بحرف الإم. يبقى إيه حرف السي بترتيب الأبجدي في اللغة الإنجليزية؟ ناخد بالنا حرف السي بيجي قبل حرف الإم، فهفرع من أول الكلور، يبقى هقول 2 كلور. طيب التفرعين بتوع الميثان في ذرة الكربون رقم 4، يبقى هقول إيه 2 كلورو وأربعة وأربعة ثنائي، عشان تفرعين ميثايل نوع الشق التفرع ثنائي ميثايل ايه هيكسان اللي هو الالكان الرئيسي بتاعي. طيب بيقول اذا كانت الفروع مختلفة فترتب حسب الترتيب الابجدي للاسم اللاتيني. اهو لسه بنتكلم في الكلام ده، امينو برومو كلورو ايثايل فلورو نيترو فينايل. ممكن الفينايل ده يبقى عبارة عن حلقة بنزين متصلة هيدروكسي، وهكذا. اهم حاجة يا جماعة ترتيب الابجدي. طب تعالوا نشوف شوية امثلة. كم ذرة كربون؟ ذرة واحدة، يبقى ده مركب الايه الميثان، بس الميثان متصل بذرة برو، يبقى هقول بروم وميثان. طيب هنا في كم ذرة كربون؟ واحد، متصل بها ثلاث ذرات ايه كلور، يبقى هقول واحد وواحد وواحد، لان الثلاث ذرات متصلين بنفس الذرة ثلاثي كلورو
ميسان اللي هو الايه الاركان الاساس. طيب هنا هقول واحد وواحد 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 رباعي فلورو، تمام. طيب بعد كده هقول واحد وواحد ثنائي كلورو، واحد وواحد ثنائي فلورو، وهكذا. بعد كده عندي مثلا الإيثان هقول واحد برومو، ممكن ما اكتبش الواحد لو جه في الأول، تمام، لو المركب فيه ذرتين بس، عشان كده قال عليه برومو إيثان، وليه تسمية تانية اللي هي بروميد الإيثايل. طيب تعالوا نشوف ده، واحد واتنين، طبعا لو ركمت من هنا أو من هنا مش هتفرق، يبقى هقول واحد واتنين ثنائي برومو إيه إيثان. طيب بعد كده هقول واحد وواحد ثنائي برومو، وبعدين إيه السلسلة الرئيسية فين اللي هي الإيثان. طيب بعد كده السلسلة الرئيسية أهي واحد وواحد وواحد ثلاثي كلورو إيثان. طيب هنا الإيثان هقول واحد برومو اتنين كلور، البروم البي بتيجي قبل السي، تمام. هنا هقول اتنين برومو اتنين كلورو بي سي، وبعدين ايه اتنين واحد واحد. هنا ركب من ناحية الايه ركب من ناحية الفلور، تمام. يبقى هقول اتنين كلورو اتنين برومو، تمام، واحد 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 ثلاثي ايه فلورو إيثان. طيب ده اتنين برومو بروبام إيثان إيثان بروبام، واحد كلورو جت في أول ذرة، تمام. ناخد بالنا من شكل التفرع يا جماعة، ممكن يكون كده أو كده. طيب واحد واتنين ثنائي برومو، أهو ركبت من أول هنا، هنا اتنين وتلاتة. ناخد بالنا من هنا إن أطول سلسلة ليست السلسلة المستقيمة، واحد اتنين تلاتة وبعدين أربعة خمسة. يبقى التفرعات فين؟ ادي تفرع وادي تفرع، التفرع عبارة عن ميثاق. لو ركمت من اول هنا واحد اتنين يبقى اتنين ميثايل، وفي هنا تلاتة واتنين وتلاتة ثنائي ميثايل ايه بنتان. طيب ده تفرع برضو اقول عليه تفرع الايثايل، اطول سلسلة هاخد بالي ان هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اللي هي سلسلة الايه الهبتان. طيب هنا اربع تفرعات هقول اتنين، لا هنا بقى مش هقول اربع تفرعات، فين اطول سلسله معايا اهي، فين التفرعين اهم، تمام. يبقى هقول اتنين واتنين ثنائي ميثايل ايه ثنائي ميثايل برباع، تمام. كل اللي جاي بعد كده مثال كمان معايا، لو خدنا بالنا فين اطول سلسله كربونيه، لو جينا خدنا بالنا كده وبعدين خدنا السلسله دي وبعدين كده، هلاحظ ان دي ايه أطول سلسلة كربونية بتحتوي على 9 ذرات كربون. غير كده هيكون الإيه التفرع، هيكون التفرع هركب من أول هنا واحد اتنين يبقى اتنين ميثايل، أدي تلاتة ودي إيه رقم في ذرة الكربون رقم سبعة، يبقى اتنين وتلاتة وسبعة ثلاثي ميثايل نونان. طيب بعد كده معايا هسيب لكم الرقم المثال ده تفكروا فيه مع نفسكم، ودي أمثال الواجب يعني. بعد كده هناخد فكرة بسيطة عن الميثان. الميثان هو أول عائلة الألكانات، وبيقول لي منذ ملايين السنين كان يسود الغلاف الجوي للأرض بعض الغازات التي تعمل كعوامل مختزلة. الغلاف الجوي معروف طبعا، خدنا في الإعداد إن هو عبارة عن غازات، تمام. كان معظم الغازات دي زمان غاز الميثان CH4 وفي ال H2 وال NH3 بالإضافة إلى بخار الماء. ثم أصبح الغلاف الجوي الآن وبفعل أشعة الشمس فوق البنفسجية عبارة عن عامل مؤكسدي، يعني الغلاف كان عبارة عن عامل مختزل وبعدين اتحول لعامل إيه؟ مؤكسد. طيب وجود غاز الميثان في الطبيعة بيقول هو أول أفراد سلسلة الألكانات وأبسط المركبات العضوية على الإطلاق، ليه؟ لأنه بيحتوي على ذرة كربون واحدة وأربع ذرات هيدروجين. الميثان قلنا غاز يا جماعة. طيب يمثل نسبة 90% من الغاز الطبيعي الموجود في باطن الأرض، نسبة كبيرة، تمام، أو مصاحبة للبترول. أحيانا لما بيكتشفوا بير بترول بيكون على السطح بتاعه إيه ميثان طافيا فوق سطح، بيقول لي يوجد في مناجم الفحم ويؤدي أحيانا إلى الانفجار، غاز سريع الاشتعال يسمى بغاز المستنقعات، ليه علل وتعليلة مهمة. بيقول لأنه يخرج على هيئة فقاقيع منقاع المستنقعات نتيجة لتحلل المواد الإيه العضوية. في المستنقعات المواد العضوية بمرور الزمن والحرارة والضغط بتتفاعل وبتتحلل وبتبدأ تديني غاز الايه الميثان. طيب تحضيره بحضره ازاي؟ يحضر من حاجة اسمها التقطير الجاف في ملح أستات الصوديوم اللامائي، يعني منزوعة الماء. فين أستات الصوديوم؟ اللي هي CH3 COONA، تمام.
بسخنها، يعني بعملها تقطير جاف مع ايه، مع ال NaOH هيدروكسيد الصوديوم وال CaO اللي هو اكسيد الليثيوم، الخليط على بعضه بسميه الجير الصودي. تمام. طيب يبقى الجير الصودي هو خليط من الصودا الكاوية والجير الحي اكسيد الكالسيوم. تمام. فائدة اكسيد الكالسيوم ليه بحطه؟ بيقول خفض درجة انصهار الخليط، بيخلي الخليط ينصهر بسرعة. طبعا بسخن في الأنبوبة، الغاز الناتج بيطلع بيتجمع في المية، بجمعه في المية عشان يسهل الحصول عليه بدل ما يتبخر، وبيظهر على هيئة فقاقيع فوق سطح المياه اللي هو ده غاز الايه، الميثان. بيقول يستخدم كمادة مجففة عشان يجفف بخار الماء اللي بينتج معايا، ولا يدخل في التفاعل، ما بيفعلش معايا ايه، مع المكونات التفاعل. طيب معادلة التفاعل CH3COONA مع NaOH، ال CH3 هتاخد ال H وتطلع CH4، وال Na هتاخد ال O ويطلع Na2، ال Na هتاخد ال Na وتطلع Na2COA3 اللي هو كربونات الصوديوم. كده انتهى درس النهاردة. يا ريت، أتمنى يكون الدرس عجبكم. المرة الجاية إن شاء الله هناخد الخواص العامة للألكانات. في حاجة بس مهمة حابب أتكلم عنها، أنا ليا حساب طبعا على منصة دروس التعليمية. تمام. منصة دروس هي منصة تعليم إلكتروني، المنصة لسه جديدة. تمام. هحط لكم إن شاء الله رابط التسجيل في المنصة في أول تعليق أسفل الفيديو. طبعا أنا اسمي الأستاذ أحمد العريان، وعامل مجموعة خاصة بكيمياء الثانوية العامة. لو حابب تنضم لنا، بتدخل تمام على المجموعة وتبدأ تعمل حساب وتنضم للمجموعة، وتقدر ساعتها تطلب مني أي درس أو أي سؤال أو أي حاجة ما أنتش فاهمها. إن شاء الله أتمنى يكون الدرس عجبكم، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.